أخبرتني بالحقيقة وثرت وبكيت. لماذا أنا آخر من يعلم؟ وما كان يجديك أن تتألم؟ أنا الآن هنا أطلب رضاك، ولا أدري هل تراني بعد اليوم أو لا. لا لا، سأحطمك أيتها القضبان، أكرهكم أيها الظلمة. شدت على يدي مودعة أنت لها، تذكر لعل الله يبدلك من هي خير مني. لم تسعفني الكلمات، لم أعد أرى أمامي، أبتلع دموعي الحارة مرة في حلقي، مرة تسقط من أنفي، تلاشت من أمامي. وفي نفس اليوم أتاني نعيها، لم يتحمل جسدها الهزيل، مشقة الطريق إلى السجن. آه، ما أقسى المحنة، جادوا علي بالسماح، جادوا علي بالسماح بحضور جنازتها. مشيت فيها محمولا كشيخ هزيل، دس أخوها بيدي خطابا منها، توصيني بالصبر وتترك لي أسماء زوجات قد اختارتهم لي. مزقت الورقة وعدت إلى زنزانتي. هكذا يكون التضحية من أجل المحبوب سبحانه.